قالت وزارة الدفاع الروسية إن 40 عسكريا من النظام السوري قتلوا، فيما أصيب 80 آخرون في هجوم شنته المعارضة المسلحة في إدلب شمال غربي البلاد على النظام. إلى ذلك أفاد مراسل العربي في إدلب أن حصيلة الضحايا المدنيين من جراء القصف الجوي الذي نفذته طائرات روسية ارتفع إلى 8 أشخاص في قرية أرنبة بريف إدلب الجنوبي. يوم جديد من أيام الموت، عشرات الغارات الجوية شنتها مقاتلات النظام والمقاتلات الروسية على بلدات في ريفي إدلب وحلب، حيث استهدفت الطائرات الحربية مدن أريحة ومعرة النعمان وسرقب وكفرنبيل جنوب إدلب وعدة بلدات شرق المحافظة، مخلفة دمارا كبيرا في ممتلكات المدنيين ومنازلهم في خرق جديد لوقف إطلاق النار. اليوم حملة مكثفة من الطيران الحربي تستهدف ريفي إدلب الجنوبي، حيث تركز القصف على منازل المدنيين. أدت هذه الغارات إلى سقوط عدد كبير من الشهداء وعدد كبير من الجرحى. عملت فرق الدفاع المدني على انتشال الشهداء وإسعاف المصابين. قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الغارات المتجددة، مما رفع عدد الضحايا إلى أكثر من 50 خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، معظمهم من النازحين الهاربين من جحيم القصف جنوب إدلب وشمال حماة. على جبهة القتال، تلقت قوات النظام ضربة موجعة بعد هجوم من قوات المعارضة على مواقع للنظام والميليشيات المساندة له، مما أدى إلى مقتل العشرات منهم. وقد انسحبت قوات النظام من عدة نقاط في منطقة خفض التصعيد جنوب شرق إدلب بحسب مصادر روسية. فصائل المعارضة أكدت في بيان تكبيد النظام خسائر في العتاد والأرواح، كما نفى البيان رواية انسحاب قوات النظام، مؤكدا أنها أعادت انتشارها في محاور التحي وأبو جريف والسمقابري في إدلب الجنوبي والشرقي بهدف شن هجمات جديدة على مناطق مدنية. استمرار لعمليات القصف والتهجير واشتباكات متقطعة تدور على الأرض تترافق مع حرب البيانات والتصريحات، ويبقى المدني الخاسر الوحيد في حرب لم ترحم البشر ولا الحجر. خالد البي، العربي، ريف إدلب الجنوبي. وينضم إلينا مراسلنا خالد الإدلبي. خالد، حدثنا بدءا عن هذا الانسحاب الذي قامت به قوات النظام السوري بعد الضربة التي تلقتها من صفوف المعارضة. نعم كمال، نفت فصائل المعارضة أن تكون قوات النظام قد انسحبت من أي من نقاطها، إن كان على جبهة التح أو على جبهات منطقة أبو جريف. على لسان النقيب ناجي المصطفى المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير، أحد أكبر فصائل المعارضة في محافظة إدلب، قال النقيب ناجي مصطفى أن قوات النظام قامت بعمليات إعادة انتشار، وذلك استعدادا وتحسبا لعمليات عسكرية قادمة تجاه منطقة ريف إدلب الشرقي ومنطقة ريف إدلب الجنوبي. وقال أيضا أن فصائل المعارضة كبدت قوات النظام خلال الأيام الأخيرة الماضية خسائر كبيرة، كان آخرها اقتحام بلدة وقرية أبو دفنة في ريف إدلب الشرقي. لكن فصائل المعارضة بعد أن دخلت إلى تلك القرية وقتلت عناصر النظام قامت بالانسحاب من تلك القرية. تدور بشكل مستمر أيضا اشتباكات على جبهتي أبو جريف وتل خطرة وتلة مصطيف في ريف إدلب الشرقي. قوات النظام تحاول بين الحين والآخر التقدم تجاه هذه التلال الحاكمة في منطقة ريف إدلب الشرقي، لكن فصائل المعارضة استطاعت التصدي لكل هذه الهجمات ميدانيا. وعلى الصعيد القصف، قتل اليوم 8 مدنيين وأصيب 10 آخرون جراء غارات للطائرات الروسية وطائرات النظام الحربية. قتل اليوم 5 أطفال وسيدتين ورجل جراء الغارات على أطراف مدينة سراقب وعلى قرية أرنبة في جبل الزاوية. لوحظ اليوم كثافة كبيرة في الغارات الجوية، سجل أكثر من 120 غارة جوية استهدفت ريفي إدلب وريف حلب الغربي. تركزت هذه الغارات على مدينة معرة النعمان ومحيط مدينة معرة النعمان. أيضا تركزت الغارات في منطقة ريف حلب الغربي. تستمر أيضا حركة نزوح من منطقة ريف حلب الغربي بسبب حشودات لقوات النظام تم رصدها غرب مدينة حلب. يتخوف أهالي هذه المنطقة من قيام قوات النظام بعمل عسكري بري تجاه منطقة غرب حلب، وتلك المنطقة تأوي عدد كبير من نازحي ريفي إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي. معظم هذه العوائل خرجت باتجاه الحلول السورية التركية ومنطقة درع الفرات وغصن الزيتون.
مراسلنا خالد الإدلبي، شكرا جزيلا لك. ومعنا من اسطنبول الكاتب الصحفي منهل باريش. سيد باريش، كيف يمكن فهم هذا الإعلان أو حتى الاعتراف الروسي الصريح بمقتل وإصابة العشرات من قوات النظام على أيدي قوات المعارضة في إدلب؟ يعني لا أعتقد أنه هذه أول مرة يعترف فيها الروس بمقتل عناصر من النظام. ربما هم يريدون الآن الضغط على يعني على حلفائهم أو الضامنين الأتراك بأنه الفصائل التي تقومون أو التي تقوم يعني تركيا بضمانها هي من يقوم بخرق إطلاق النار أو وقف نظام وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه مؤخرا. وأعتقد هذه الحادثة تكررت عدة مرات، يعني ابتداء من عام 2016 يعني إبان سقوط أو قبيل سقوط حلب، وتكررت أيضا في الغوطة، وتكررت في عدة مناطق. أعتقد أنه هو تشريع لعملية القتل والقصف الممنهج الذي يقوم به الروس، وإعلان يعني عمليات استمرار للعمليات العسكرية بشكل أو بآخر. لكن الاعتراف الجديد فيه أنه الاعتراف بهذا العدد 40 قتيلا، بالإضافة طبعا إلى المصابين 80 مصابا، ألا تعتقد بأنه ربما هذا الاعتراف بهذا العدد يثير الشكوك بأنه يمكن أن يمهد إلى متغير قادم، صفقة جديدة ما في إدلب؟ يعني لا أعتقد العدد 40 هو عدد يعني نسبيا صغير، ودعيني أشير أنه معظم القتلى يعني التي تحدثت يعني روسيا عنها هم من قتلى يعني تابعين للواء القدس الذي كان يعني محسوب بيوم من الأيام على إيران، ويعني ونقل ولاؤه إلى يعني إلى الضفة الأخرى. الآن يعني هو اللواء مدعوم بشكل كامل من روسيا. أعداد القتلى هم أغلبهم من لواء القدس وليسوا من يعني لواء القدس الفلسطيني، أقصد غالبية مقاتليهم من ساكني مخيمات حلب في شمال سوريا. إضافة إلى والنسبة الأقل هي بطبيعة الحال يعني من الطرف الآخر، ربما يعني من قوات النظام والقوات النظامية. ودعيني أشير أنه صحيح الإعلان هو عن 40 قتيل، لكن يعني التقديرات على الأرض من القادة العسكريين في الجبهة الوطنية للتحرير تشير إلى أنه أعداد القتلى يعني ربما تكون خلال العشرة أيام الماضية قد تجاوزت 200 قتيل، لكن بطبيعة الحال لا روسيا ولا النظام يعني قادرين على الاعتراف بعدد مثل 200 قتيل، لأنه يعني تناوبت يعني الجهات سواء النظام او فصائل المعارضه على مواقع السيطره عده مرات، وعمليات كر واغاره كانت مستمره ودائمه. طب على ضوء هذا الكلام سيد باريش، الى اين يتجه الوضع في ادلب؟ ما الذي مثلا تريده المعارضه السوريه؟ ما المخارج التي تعتقد انها مقبوله من هذه المواجهه مع النظام وروسيا؟ المعارضة بطبيعة الحال تريد تثبيت يعني خطوط القتال الحالية بعد أن يعني خسرت مناطق شرق إدلب أو شرق ريف معرة النعمان، ويعني تقدم النظام في أكثر من 40 قرية وبلدة، كان أبرزها يعني بلدة جرجانات، وهو الآن يعني أصبح على مشارك مدينة معرة النعمان. أعتقد أن المعارضة الآن تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل أساسي، هذا أولا، وتريد أن تمنع النظام من التقدم ثانيا، ويعني تريد أن تتوصل بشكل أو بآخر يعني إلى حل يفضي إلى فتح طريق حلب دمشق الدولي، يعني عوضا عن سيطرة النظام. يعني في حال رفضت المعارضة فتح طريق الام 5 طريق حلب دمشق الدولي، فهذا يعني أن حتما ستخسر مدينة معرة النعمان ومدينة سراقي وكل المنطقة الواقعة شرقها، إضافة إلى ريف حلب الجنوبي. لذلك والمعارضة يعني تدرك تماما أنها غير قادرة على هذه المواجهة كونه يعني الطيران الروسي موجود في السماء. شكرا جزيلا لك منهل باريش الكاتب الصحفي من اسطنبول، وعذرا للمقاطعة، دهمنا الوقت.